اهلا وسهلا بك نوفل بالمشاهدين الكرام في فقرة مع عصام. اليوم كنتواجدوا بمركز الاصلاح والتهذيب بعين سبع. هذا المركز هذا اللي كيعرف تنظيم البطوله الوطنيه اللي كتعرف مشاركه ديال 200 نزيل بمختلف المؤسسات السجنيه وكلهم نزلاء احداث. نحاولوا اننا نقوم بتسليط الضوء على هذه الانشطه هذه اللي كتقام داخل هذه المؤسسات السجنيه، وكذلك نتعرفوا على بعض الحالات للسجناء، نسمعوهم ونسمعوا شنو بغاو يقولوا لنا، وكذلك شنو الظروف اللي خلاتهم على انهم يرتكبوا افعال جرميه. غتبقاو معنا للمزيد من التفاصيل في هذه الجوله اللي غنقوموا بها من الداخل. الهدف من هاد الانشطه هو الرفع من قدرات هاد الفئه، وكذلك التعبئه الشامله في اطار واحد المقاربه ادماجيه والتعارف من هذا الجانب. طبعا يؤطر هاد الانشطه المندوبيه بتنسيق مع بعض الحكام على مستوى الدولي. دوزت العقوبه 10 شهور، دابا باقي لي شهرين. جيت على السرقه، كنجوز هاد المرحله اللي عشت فيها بزاف د الحاجات، تحرمت من الحريه ديالي، كنجوز بصعوبه بزاف، بعيد على الوالدين ديالي وعلى الاخ ديالي، وهذا الشيء اللي كنعيشو دابا كيزول لي شي حاجه. كنبقاش نفكر بلي راسي انا في الحبس، كنبقى نقول انا ماشي في الحبس، راني في الزنقه. كنطلب من الله يسمح لي وهادي والتوبه. ندم بزاف على هاد السجن، هاد الوقت اللي ضيعت، ولكن مع هاد الناس والشكر العام للمديريه العامه لاداره السجون على قبل هاد الحفل هذا اللي هو كنفرجوا شويه على ريوسنا، دايرين موفرين لنا جميع الرياضات كره القدم والهوند والباسكت بال. كنشكرهم بزاف وكنتمنى ان شاء الله هادشي ما يعاودش يتكرر. دابا كاين شي شويه ديال الندم؟ شويه كاين، و اني نادم على هذا الشيء هذا. ندم على الادمان ولا على السرقه؟ على السرقه، قال ادمان وكل شيء قطعته الحمد لله. شنو هاد الانشطه فاش كتفيدك هكذا اللي جيت؟ ايوا نتلفوا شويه، كنا قنطانين تما شويه في الحبس، وجينا هنا شويه بدلنا الجو والحمد لله شتنا. شنو اللي يخلي واحد باقي شاب على انه يلتج للسرقه؟ الظروف كديرها وصافي، كيعيا والديك ينصحوك بزاف د الحوايج، واخا كينصحوك والديك ما كتديش بريهم كاع. شنو هي الظروف اللي كانت عندك اللي خلاتك على انك ت المراهقه هي اللي دارت ليها كما والديا ما كانوا مخلينش معايا بزاف، اي حاجه بغيتها كيعطيوها لي. كل واحد مدينته، كل واحد قصته، كل واحد ظروفه، لكن الحاجة الوحيدة اللي كتجمع الكل هاد السجناء الأحداث هي الندم على ارتكاب الأفعال اللي خلاتهم على أنهم يدخلوا لهذا السجن هذا.